مرحبا. طائر بيعيش في أمريكا الجنوبية وربما هو أحد أجمل الطيور بالعالم. أراكاري بينتمي لعائلة الطوقان وبيمتاز بريشه الملون المميز، وبيختلف عن طيور من هالعائلة الحجم بين الذكور والإناث. وبتمتاز طيور الأراكاري بريشها الفريدة على رأسها واللي بيبدو بلون أسود مجعد كقطع صغيرة من البلاستيك. بننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصير أعلى معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية، وجو حار نسبيا ما يستحوذ الغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطزخات عشوائية من المطر خلال ساعات المساء والليل بالمنطقة الساحلية وأقساطيم مناطق الشرقية والبادية. أما الرياح عم تكون غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشيطة عم تسجل بين 10-15 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تراوح بين 45-85%. أما البحر خفيف ارتفاع الموج وعم تسجل درجة حرارة الماء 23 درجة. ننتقل على العاصمة دمشق، فعم تكون الأجواء مشمسة وعم تسجل فيها الحرارة العليا 36 درجة. رح ننتقل بجولتنا على المحافظات السورية، ورح نبدأ مثل العادة من المنطقة الجنوبية. فعم تكون الأجواء فيها مشمسة، عم تسجل عليا بسويدة 32 درجة، بدرعا عم تراوح بين 18-37 درجة، وبلقنيطرة عم تسجل فيها العليا 30 درجة. رح نكفي بجولتنا ونروح فيها على المنطقة الوسطى، فعم تكون الأجواء بين الصحو والغائمة جزئيا، وعم تسجل عليا بحمص 34 درجة، وبحما عم تراوح بين 20-35 درجة. رح نكفي بجولتنا وننتقل فيها على المنطقة الساحلية، فعم تكون فيها الأجواء بين صحو والغائم جزئيا، وعم تسجل عليا بطرطوس 30 درجة، ومتوقع سقوط أمطار ليلا. واللاذقية عم تسجل 29 درجة، أما عم تراوح بلواء اسكندرون بين 23-30 درجة. كافيين بجولتنا على المنطقة الشمالية، فعم تكون الأجواء غائمة جزئيا، وعم تسجل عليا بإدلب 36 درجة، أما بحلب عم تراوح بين 20-36 درجة. أخيرا رح نكفي بجولتنا على المنطقة الشرقية، فعم تسجل العليا بالرقة 38 درجة والأجواء ضبابية، أما بالحسكة عم تسجل 39 درجة والأجواء مشمسة، وعم تكون سادمي بدير الزور. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.